لنقاش هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الدكتورة فاطمة العاني. أهلا بك دكتورة. السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله وحيا مشاهديكم الكرام. وعليكم السلام. دكتورة فاطمة، وفقا لمنظمة ويتش الدولية في تقريرها فإن 52% من النازحين يرفضون العودة إلى مناطقهم، ما مدى صحة ذلك؟ وفي حال صحة هذا الموضوع لماذا يرفض النازحون العودة؟ نعم بالتأكيد يعني يوجد جانب كبير من الصحة لهذا الموضوع، خاصة وأن هناك تقارير أخرى أثبتت أن الكثير تقريبا 55% من النازحين قرروا عدم العودة إلى مناطقهم بل حتى الخروج خارج العراق. وأيضا هناك تقارير تقول أن أماكن مخيمات النزوح من الممكن أن تتحول إلى مدن في المستقبل. طبعا الأسباب يعني كثيرة لعدم يعني عودة النازحين إلى أماكنهم. هناك عدد كبير من النازحين ممنوع اصلا من قبل الميليشيات من العوده الى مناطقهم. مستوى الدمار في المناطق ومناطقهم ومنازلهم كبير جدا بسبب العمليات العسكريه. نسبه دمار عاليه، انعدام للخدمات التي لا تعمل على تشجيع المدنيين الى العوده الى مناطقهم، بالاضافه الى التهديد الذي يتعرض له النازحون، خاصه تهديد الاعتقال اذا في حاله عودتهم الى مناطقهم. وقد شاهدنا الكثير من هذا حدث بعد عوده النازحين الى مناطقهم تم اعتقالهم. نعم. في هذا السياق يعني ما مدى الشرعيه القانونيه للحكومه لاعاده هؤلاء النازحين الى مدنهم قسرا في ظل هذه التهديدات التي ذكرتيها؟ بالتأكيد لا توجد أي شرعية. المدني يجب أن يعود طوعا بعد أن يرى أن توفرت له جميع إمكانيات العودة سالم إلى هذه إلى منازلهم ومساكنهم الأصلية. أما ما تقوم به الحكومة، وطبعا هي الحكومة بنفسها تصرح على لسان حيدر العبادي ووزير الهجرة والمهجرين أنه يجب عدم إجبار المهجرين على العودة إلى منازلهم، ومع هذا يحدث العكس وتقوم الحكومة عبر ميليشياتها وعبر القوات الأمنية بإجبار النازحين وتوجيه تهديدات لهم عبر قطع المعونات، عبر مصادرة الأوراق، عبر الكثير من الحملات التي تقوم بها من أجل إرغام النازحين على العودة إلى منازلهم. وطبعا الأمر واضح، هو مع قرب الانتخابات ومحاولة الأحزاب السياسية الاستفادة من هذه العودة القسرية من أجل إجبار النازحين على التصويت لصالح أحزاب معينة. نعم. إذا أردنا الوصف هذه المناطق التي يعاد إليها النازحون دكتورة، كيف تصنفينها وفقا للمعايير الدولية من الناحية الأمنية والخدمية أيضا؟ الحقيقة يعني هي في الحضيض من الناحية الأمنية ومن الناحية الخدمية. يعني من المعروف استطلاعات كثيرة أجريت للنازحين عن المعايير التي شجعتهم على العودة إلى منازلهم، وكانت من أهم هذه المعايير هو الأمان. وطبعا هذا مفقود حاليا في المناطق التي ادعت الحكومة تحريرها من قبضة تنظيم الدولة. تهديدات كثيرة، تهديدات من قبل القوات الأمنية ومن قبل الميليشيات، وايضا لا ننسى العبوات الناسفه التي لا زالت يعني تنتشر في مناطق التي شهدت نزاعات عسكريه. هذه تهديد لحياه وامن المواطنين، بالاضافه الى انعدام الخدمات بصوره كامله. يعني التقارير من كثيره اثبتت 80% الى 90% نسبه الدمار في المدن. اذا اين هي خدمات الماء؟ في الاقل الماء الصالح للشرب. شاهدنا ان سكان محافظه نينوى وغيرها من المناطق يعتمدون على مياه الابار في الشرب. اذا اي معايير هذه تشجع على العوده؟ أشكرك جزيل الشكر مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب، كنت معنا عبر الهاتف من لندن الدكتورة فاطمة العاني.